اخواني في الله برجاء الانتباه، برجاء الانتباه للفترة الحرجة اللي احنا فيها، برجاء الانتباه. رمضان بالثواني 2.5 مليون ثانية، بالدقائق 43,000 دقيقة، بالساعات 720 ساعة، بالايام 30 يوم او 29 يوم. رمضان المفروض يعني احنا لما بنيجي نوزن القطن نقول بالطن، نيجي نوزن الحديد ممكن بالكيلو، نيجي نوزن الدهب يبقى بالجرام. لما نيجي نعد رمضان مش لازم يبقى العد بالايام بس، ده احنا لو نقدر مش بالثواني، لو نقدر بالفيمتو ثانية نعد رمضان يبقى نعده بالفيمتو ثانية. لازم نبقى واخدين بالنا المواسم اللي احنا فيها الوقتي. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا صوت يعلو فوق صوت رفع الاعمال الى الله، لا صوت يعلو فوق صوت مجيء رمضان، لا صوت يعلو فوق صوت ليلة النصف من شعبان فيما صححه الشيخ الالباني من احاديثها، لا صوت يعلو فوق صوت فتح 8 ابواب من الجنة في خلال ايام، لا صوت يعلو فوق صوت هذه المواسم العظيمة. اخواني في الله عايزين ننتبه، المفروض قلبك الوقت بيدق لا يقر من كتر الدق، دقات الشوق واللهفة والحب ورمضان على الابواب، وانت قاعد تستنى رمضان اللي هيرفعك من الارض للسماء، اللي هيرفعك من الارض للسماء، دقات الخوف والوجل والرهبة، واعمالك في خلال ايامها ترفع الى الله سبحانه وتعالى. انت عارف يعني ايه اعمالك ترفع الى الله؟ يا ابني ده ممكن تكون اخر صحيفة ليك في حياتك، انت ممكن ما يترفع لكش صحيفة تانية اصلا، انت ممكن تكون الصحيفة اللي هتترفع في شعبان ده اخر صحيفة ترفع الى الله سبحانه وتعالى. عايز تختم صحيفتك بايه؟ عايز يبقى اخر اعمال ليك تعرض على الله ايه؟ لا صوت يعلو فوق صوت ان اعمالك ترفع. يعني تخيلوا يا جماعة اعمالك يعني ايه؟ يعني من رمضان اللي فات، رمضان اللي فات لسه لم يعرض العرض السنوي مع سائر اعمال السنة، من اول رمضان اللي فات لحد دلوقتي هتعرض هذه الاعمال. يعني صيام رمضان اللي فات وقيامه وتهجده واعتكافه. يعني يا جماعة احنا الوقت المفروض نكون قلوبنا ملهوفة من كتر الخوف والوجل. لا يا اخواني قبل رمضان، قبل رمضان هل من يقظة؟ قبل رفع الاعمال الى الله هل من يقظة؟ قبل فتح ابواب الجنة 8 هل من يقظة؟ قبل ليلة النصف من شعبان هل من يقظة؟ المفروض قلبك الوقت يكون بيدق بقمة الرجاء، لان الله يطلع الى اهل الارض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. عايزين نبدأ ننتبه، ننتبه لخطورة المرحلة اللي احنا فيها، لخطورة الفترة اللي احنا فيها. الفترة دي من فاز بجوائزها فهو الفائز يا اخواني. الفترة دهيت انت الوقت، لو انا سألت واحد من اللي معانا او اخت من اللي معانا، لو سألتك انت كام يوم صمت في شعبان لغاية دلوقتي، انت كام ركعة نفل ركعتها في شعبان لغاية دلوقتي، انت كام ليلة قمتها قيام قلبك ارتجب فيه وعينك دمعت فيه لحد دلوقتي، انت كم ختمة ختمتها في شعبان لحد دلوقتي، انت لغاية دلوقتي عملت ايه؟ ايه انجازاتك؟ ايه اللي انت عملته لغاية دلوقتي في هذا الوقت؟ اخواني في الله، اخواني في الله، غاندي، غاندي ده كان عابد بقر، شخصية مشهورة. لما انجلترا احتلت الهند واراد انه يعمل موقف ضد انجلترا، صام يوم، صام، امتنع عن الطعام. لما صام عرفوا ان ورا الصيام ده هيحصل حاجة، عرفوا ان ورا هذا الامر هيحصل حاجة، فتزلزلت الدولة العظمى الاولى في العالم لصيام ذلك المشرك. احنا الوقت 1,000,000,000 مسلم بنصوم 30 يوم ولا تتزلزل اي ذرة في قلب اي حد من اهل الباطل. ليه؟ هم عارفين ان الصيام بتاعنا ما بيخرجش حاجة، ما بيثمرش، ما بيربيش رجالة، ما بيطلعش ابطال. هم بيشوفوا الامة يوم 1 شوال بعد بكاء 30 يوم في التراويح، وبعد البكاء والدعاء في التهجد، وبعد الصراخ والعويل والنحيب واللي يغمى عليه واللي تقعد تبكي وتصرخ في الدعاء بتاع التهجد في 10 الاواخر.
الاخر وبعد الاعتكاف وبعد العمرات بتاعت الحرم وبعد وبعد بيشوفوا الامه يا واحد شوال كان دي امه ودي امه، كان دي قاره ودي قاره، كانك كنت في كوكب ودخلت كوكب ثاني. لا يمكن، لا يمكن ده هو اللي كان معتكف امبارح، لا يمكن دي هي اللي جايه من عمره لسه جايه من عمره، لا يمكن ده هو اللي كان بيبكي في التهجد، لا يمكن ده هو اللي حافظ على 30 يوم تراويح، لا يمكن اللي ماشيين في الشارع دول وفي الجناين والنوادي دول هم اللي صاموا 30 يوم. كأن دي أمة ودي أمة، كأنك كنت في مكان واتنقلت المكان تاني خالص. ده دلالة على ايه؟ لما تشوف بعد رمضان على طول أسوأ تبرش هو التبرش بتاع يوم العيد، أسوأ معاصي معاصي يوم العيد، أكثر كمية والعزم لا شرب مخدرات في الأمة يوم العيد، أكثر فساد واختلاط وخنا يوم العيد، اكتر انهيار. يعني ايه؟ يعني بعد كل ده الامة خرجت بالمنظر ده؟ يعني معناها ايه؟ معناها ان الجوارح هي اللي كانت بتعبد، الرجلين هي اللي كانت بتقوم، البطن هي اللي كانت بتصوم، انما القلب ما تغيرش، قلبك ما تغيرش. لما تقابل اخ من الاخوة بعد اسبوع او اسبوعين من رمضان تقول له انت عشت يوم واحد بعد رمضان زي رمضان؟ يقول لك لا. طب انت عشت ليلة بعد رمضان زي ليالي رمضان؟ يقول لك لا. طب انت قريت القرآن بروح بعد رمضان زي رمضان؟ يقول لك لا. يا ابني حتى الملتزمين ما تغيروش يا جماعة، حتى الملتزمين قلوبهم ما تغيرتش في رمضان، حتى الملتزمين قلوبهم ما عاشتش معاني رمضان وخرجت متغيرة. عشان كده الوقفة اللي احنا عايزين نوقفها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، الوقفة اللي عايزين نوقفها لما بقولك ان 30 يوم قراءة قرآن متواصل هتعيشها ازاي وانت مش عارف تجيب ساعتين قراءة قرآن لغاية دلوقتي؟ الوقفة دي معناها ان انت قلبك ده لسه مش جاهز ننزل رمضان، انت ما انتش مستعد قلبيا لرمضان، انت لسه ما انتش جاهز لرمضان الاستعداد القلب المناسب ليه. رمضان مش عايز كده يا جماعه، رمضان وهذه المواسم الفاضله لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من صام رمضان ثم اتبعه، اتبعه يعني وقعه على طول، لدرجه ان بعض العلماء قال لك يعني صام 6 أيام فورا بعد اول يوم العيد ثم اتبعه 6 من شوال كانه صام الظهر. اتبعه يعني ايه؟ عارفين قول الله فاذا فرغت فانصب، ما تبطلش. الاخ اللي بيعمل طاعه يجي يقول لك انا بعد ما بعمل طاعه اريح شويه اقع في معصيه، ما ينفعش تريح. اصلاح القلوب مش عايز واحد بيرتاح يا جماعه، اصلاح القلوب عايز واحد من عباده لعباده، من طاعه لطاعه، من موسم لموسم. عشان كده كل ما بيجي موسم او بيجي شهر من الشهور العربيه تفاجئ ان فضائله كتير جدا. ليه؟ لان ربنا ما اردش انك تغفل. المؤمن اذا ارتاح غفل، النعيم لا يدرك بالنعيم. اخواني في الله انتبهوا يا اخواني، انتبهوا يا اخواني، كل سنة الامة بتخرج من رمضان قلبها مش بتغير. لازم تستعد بقلبك لرمضان، لازم تفهم انك لازم قلبك ده يتغير قبل رمضان. احنا عايزين في العشرين يوم الباقي من شعبان ان شاء الله نعمل عملية راعي قلب يخشى الله. 20 يوم مطلوب منهم، مطلوب فيهم تعمل العملية الخطيرة دي. مطلوب في العشرين يوم الجايين من شعبان يا اخي في الله، يا اختي في الله، مطلوب في العشرين يوم دول تزرع عين تبكي من خشية الله، تزرع اذن اذا سمعت كلام الله ترتجف، تزرع رجل ساقطة تورم من القيام بين يدي الله، تزرع قلب يحب الله، زراعة قلب، تزرع لسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المفروض يا اخوان ان الايام دي ايام شغل، ايام اجتهاد، ايام زراعة قلب جديد قبل رمضان. قبل رمضان هل من يقظة؟ قبل رمضان الايام الحرجة اللي احنا فيها ما ينفعش فيها الحالة اللي احنا فيها دي. يا اخت الله يا حبيبي يا ابن الحياة مش طويلة لدرجة اللي احنا بنعمله ده، يا جماعة عمرنا مش طويل للدرجة دي، لدرجة ان شوية فطور وشوية طاعة وشوية ننام وشوية نصحى وشوية نقول عايزين نتوب وشوية نقول بقى يلا نتوب وشوية نرجع وشوية. الحياة مش طويلة للدرجة دي، عمرك مش طويل للدرجة دي. لازم حاجة جوانا تتغير، لازم عشان يا جماعة نتغير فعلا، لازم عشان الأمة دي تتغير فعلا، القلوب تتغير. كثيرا ما نتحدث مع بعض عن الدعوة والبذل والتضحية
ولكن الواحد بيرجع تاني لما يعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيرجع تاني يحس ان لو التغيير الداخلي ما حصلش مش هنقدر نوصل لحاجة. لو التغيير الداخلي ما حصلش، المنظر اللي يقطع قلب اي واحد شايل هم على هذه الامة، المنظر اللي يحرق قلب اي واحد شايل هم على هذه الامة، منظر الامة في شوال، منظر الامة في العيد، منظر الامة وهي خارجة من المولد الرمضاني ده هو، وهي خارجة بدون ما تغيرتش ما تأثرتش يا رب بعد كل ده. يبقى اذا يا جماعة لازم نضاعف المجهود، لازم نضاعف طاقتنا. اهل البصر عايزين يدمروا قلبك وقلبك، عايزين. السنة اللي قبل اللي فاتت عملوا 30 مسلسل، عارف قول الله النار ذات الوقود، عايزين يفضلوا يشحنوا النار بوقود عشان نار الشهوات تفضل مشتعلة في قلب الشباب. لما عملنا الاستفتاء من كذا اسبوع نبدأ في سترة ايه، الكل قال عايزين حاجة عالية، عايزين الدعوة، عايزين، ولكن كان بيكتب تحت معصية، معصية من معاصي الشهوات. حسيت ساعتها ان احنا عايزين ننطلق بس الشهوات مكبلانا. لازم قلبك ده يتطهر قبل رمضان، لازم قلبك ده يتغير قبل رمضان. لما عملوا 30 مسلسل الناس برضو نزلت وصلت، يبقى مش نافع الوقود ده مش كفاية. رمضان اللي بعده اللي هو اللي فات عملوا 65 مسلسل، الوقود اضاعف، ومع ذلك لسه الناس بتنزل. هم مش عايزين غير ان الجوامع تفضى في رمضان، يعني مش قانعين ان الناس بتخرج من شوال ترجع تاني. لا، لازم ما نسيبش اي فرصة للأمة تتغير. فلما لقوا 65 مسلسل وقود برضو مش مكفيين، السنة ده عملوا 108 مسلسل، 3240 ساعة. قلت سبحانك يا رب، ده رمضان كله 720 ساعة، عاملين تمثيليات لرمضان خمس اضعاف وقت رمضان. ليه النار ذات الوقود، ذات الوقود، عايزين يلهوا الناس ويفسدوا قلوب الناس عن الله باي حاجة، باي حاجة. الحق يا ابني، ايه كاس العالم، خلص كاس العالم، كاس ابطال انجلترا خلص، كاس ابطال اوروبا خلص، الدوري العام خلص، كاس مصر خلص، كاس العرب ابطال العرب خلص، الدورة الافريقية خلصت. بعد كده مش عارفين يعملوا ايه ورا بعضه. النار ذات الوقود، صور قذرة، تبرش في المجلات، في النت، في التلفزيونات، في القنوات، في الاعلانات، في الجرايد. مش عايزين الشاب يرتاح، مش عايزين الفتاة ترتاح، مش عايزين الشهوات تهدأ. النار ذات الوقود، ذات الوقود، بيعرضوا الدنيا بأبهر عرض ممكن. عربيات تخطف العين، موبايلات تخطف القلب، ابراج تخطف العين، بحيث انك انت النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، بحيث ان الناس لا تفيق من سعار الدنيا. اخواني في الله، انا عايز اوصل لك رسالة النهاردة، ان قلبك ده مش هينفع تدخل برمضان. قلبك بالمنظر ده مش جاهز يا ابني، ما هوش جاهز للفتح المبين بتاع رمضان، ما هوش جاهز ان ربنا يختاره، ما هوش جاهز، والله اعلم بما في القلوب، ما هوش جاهز ان ربنا يصطفيك بسببه، ما هوش جاهز ان ربنا يقول لك بسببه انا اخترتك. قلبك لسه، قلبك محتاج استعداد، قلبك محتاج شغل جامد، قلبك محتاج لسه تعب جامد. المشهد بتاع الصحابي الاعرابي اللي جه اسلم من ايدين النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام وقفوا في الغزوه، وقفوا يحمي ظهور الصحابه ورا بعيد خالص، لا له دعوه بمرمى سيوف ولا بمرمى سهام. النبي جت غنائم، بعت له نصيبه، جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما هذا نصيبك؟ قال له ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاقتل فادخل الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اصدق الله يصدقك، اصدق الله. ما قالوش طب خلاص اطلع قدام بقى عشان السهم يجيلك، وقف ناحيه اللي بيرموا السهام، واحتمال برضه واحد في الالف انه يجي في رقبتك، هو هيقتلك بس في اي جزء تاني من جسمك. النبي قال له خليك صادق، لو صادق ربنا هينولها لك، لو صادق ربنا هينيلك. الراجل وقف ورا يا جماعه، كان بيحمي ظهور الصحابه. شويه المشهد الثاني، مشهد الصحابه هم شايلين جثه، السهم داخل في رقبه الجثه دهيت وخارج من الناحيه الثانيه وهو مقتول، وحاملين الجثه دي للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بيبص للجثه وبيقول اهو هو، اهو هو، هو ده، هو ده اللي كان من شويه جاي بيقول لي على ان اضرب بسهم ها هنا. النبي عليه الصلاه والسلام بيبص للجسد، هو ده، هو يا رسول الله، هو يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يكفنه في جبته ويصلي عليه الصلاه والسلام.
هو منظر واحد قاعد وسطنا دلوقتي او اخت قاعدة وسطنا دلوقتي وجاي تايه وجاي تعبان وجاي عايز يوصل لربنا ومش عارف وجاي قاعد يسمع عن رفع اعمال ومش عارف يعمل ايه يسمع عن رمضان ومش عارف يفوز بيه ازاي شايف فتن بره ومش عارف يتغير ازاي شايف منكراته ومش عارف يتعلم دعوة ازاي حاسس بفساد قلبه ومش عارف يصلحه ازاي شايف القرآن وعايز يتعلم ومش عارف يطلب علم ازاي وجاي بيمكي وجاي قاعد وسط الجموع ديت مش باين بس ممكن عليه بتدمع كل ما يسمع عن الوصول لربنا سبحانه وتعالى وبعد 10 سنين تلاقي الداعية فلان اللي 1,000,000 اسلم على ايده ده مين ده فلان الفلاني هو ده اللي كان من 10 سنين جاي تايه وعايز يوصل لربنا ومش عارف اخبار عن واحد استشهد على اعتاب المسجد الاقصى مين فلان هو ده اللي كان بيبكي عشان يوصل لربنا وينصر دين ربنا ومش عارف هو اللي مال الارض نور النهاردة ده هو اللي كان عايز يوصل لربنا ومش عارف اللي مال الارض خير النهاردة ده هو ده اللي كان بيجري على ده يقفل في الشباب يجري على ده يعلمه ويعرفه يجري على ده بيدور على اي حد يعرفه طريق ربنا هو صدق الله فصدقه صدق الله انت صادق ولا ما انت صادق انت عندك الصدق اللي يوصلك ولا لا اخواني الوقفة اللي عايزين نوقفها من اول الليلة وقفة مع القلوب لا صوت يعلو فوق صوت المواسم العظيمة اللي احنا عايشين فيها يوم الاثنين الجاي ليلة النصف من شعبان ان شاء الله بعدها الله اعلم امتى عرض الاعمال على الله بعدها رمضان داخل احنا خلاص يا جماعة احنا في الفترة اللي المفروض كنا نستعد لها من 11 شهر ولكن احنا وصلنا لها خلاص لازم ننتبه للفترة الحرجة اللي احنا قاعدين فيها دي ونعرف ان الاعمار مش طويلة عايزين نجهز قلبنا لرمضان عايزين نجهز قلبنا لفتح الله عايزين نجهز قلوبنا عايزين قلوبنا تبدأ تنتعش ايمانيا يا ابني قلبك ده لازم يتغير اخواني تحدثنا عن الدعوة قبل كده انا عايز اتكلم عن القلوب عن تغيير القلوب عن اصلاح القلوب قلبك فين علو الهمة في اصلاح القلوب يا جماعة مين فينا اللي عنده علو همة انه يصلح قلبه عايزين قلبه متربي على سمعنا واطاعنا عايزين قلب متربي على غفرانك يا ربنا عايزين قلب متربي على عجلت اليك يا رب لترضى عايزين القلوب دي تاني عايزين القلوب اللي قرينا عنها في القرآن والسنة وما شفناهاش لسه ولا شفنا اثرها لسه عايزين القلوب دي تاني تيجي فينا عايزين القلوب دي تاني تحيا فينا عايزينها اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم زكي قلوب نفوسنا انت خير من زكاها اخواني في الله سيدنا حنظلة لما قال نفق حنظلة هو كان عايز ايه ده كان عايز وهو بيجمع زوجته يبقى قلبه شايف الجنة والنار ده وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام طب افرض يا حنظلة ما عرفتش توصل لكده افرض يا حنظلة المقام ده ما تحققش ابقى منافق يبقى نفق حنظلة النفاق ان انا قلبي ما يبقاش عايش مع الجنة والنار 24 ساعة شايفين علو الهمة ده احنا جوه المسجد الوقت وقلبنا مش كده تخيل هو عايز وهو مع زوجته وهو مع الدنيا يبقى قلبه كده فين علو الهمة في الخوف على قلبك لما عمر بن الخطاب راح لسيدنا حذيفة قال له اثمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين انا حذيفة من المنافقين يا حذيفة ولا لا انت مرة خفت من النفاق على قلبك اكبر مصيبة في النفاق انه ممكن يكون مالي قلبك وانت ما انتش حاسس هم العدو ربنا قالها على المنافقين العدو بالالف واللام يعني مفيش عدو تاني يعني ايه اليهود والنصارى واعداء الدين ما يعرفوش يدخلوا لنا غير من العلمانيين هم دول الصغر فلو قفلنا الصغر ده ما يعرفوش يدخلوا لنا يبقى بدام المنافقين هم العدو يبقى النفاق هو العدو يبقى النفاق هو العدو اللي في قلبك الشيطان بيدخل قلبك من ثغرة النفاق الامراض بتدخل قلبك من ثغرة النفاق الشهوات بتدخل قلبك من ثغرة النفاق يبقى لازم يا جماعة لازم نواجه قضية النفاق لما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة صحيح الجامع صحيح الترمذي أنه ما من عبد يصلي لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق براءة من النفاق يعني ايه يعني قوم ايه انت منافق انا منافق ازاي انت متهم انك منافق انا مش منافق
عايز تثبت انك مش منافق؟ اه. انت محبوس 40 يوم على ذمة القضية. 40 يوم محبوس على ذمة قضية التهمة بالنفاق اللي تودي في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله. 40 يوم تدرك تكبيرة الاحرام ادركتهم، خلاص انت مش صديق ولا حاجة، لا انت بس مش منافق، انت خلاص انت كده محدش يقدر يقول عليك منافق ان شاء الله، الا ان يجي بقى تعمل حاجة تأتي بالنفاق في قلبك والعياذ بالله. اخواني في الله، مسيرة اصلاح القلوب ومسيرة المجاهدة من اجل زرع الايمان في القلوب ومسيرة تطهير القلوب بالقرآن عايزة وقت وعايزة مجهود. انا قبل ما ابدأ درس الليلة اللي لسه ما بدأتوش لغاية دلوقتي، قبل ما ابدأ درس الليلة عايز نعمل كشف حساب على قلبك، عايز نشيك على قلبك كده قبل رمضان، عايزك تقف لحظة صدق واحدة مع الله تفكر فيها مع نفسك، عايزك تسأل نفسك الاسئلة دي. واحد، انت فين من حب الله؟ انت فين من حب الله؟ ما تقوليش بحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال على سيدنا علي بن ابي طالب: يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحب طلع عملي، الحب خلاه يقدم رقبته لربنا ويدخل يقتحم حصن محدش قادر يقرب منه. الحب العملي فين؟ فين الحب العملي مش الكلام؟ فين الحب اللي بيترجم ترجمة عملية؟ احد اخواني بيكلمني عن قصة توبته لما كان رايح مرتب معصية ونازل النادي ومتفق معه فتاة يقابلها، وهو نازل اما يفوت على واحد صاحبه يعني من شباب النادي معاه برضه، وهو رايح يفوت عليه لقى واحد تاني بيدعوه بيكلمه عن ربنا وبيخوفه، هو اللي خاف تاب الى الله سبحانه وتعالى. بيقول يعني انا نازل اعصيه، انا برتب ان اعصيه وهو بيرتب لي النتوب. في رحمة بعد كده، في رحمة تحببك في الله سبحانه وتعالى اكثر من هذه الرحمة. انت فين من حب الله؟ انت فين من الخوف من الله؟ الخوف الصادق. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ربنا قال تجارة، ما البيع من التجارة؟ لا، البيع لحظة قبض الفلوس، لحظة واحد بيديك 3000 جنيه وبيقول لك هات. فانت ممكن التجارة انا هقفل محل ساعة الصلاة، انما واحد في ايده كذا الف وبيقول لك انا عايز اشتري، هتقول له لا بعد الصلاة؟ هي دي بقى مقام التضحية، تعظيم نداء الله فوق اي شيء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يا رب البطولة دي جابوها منين؟ يا رب البطولات دي والتضحية دي قدروا عليها ليه؟ يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. لما القلوب اتغيرت يا جماعة السلوك اتغير، عايز قيامك يتغير، عايز تقدر تصوم، عايز تقدر تعبد، عايز تقدر توصل لربنا، عايز تبقى انسان تاني، قلبك يتغير. لو قلبك اتغير كل حاجة تتغير، هتحس انك انسان تاني. ده لا لساني ولا دي عيني ولا ده قلبي ولا دي عزمتي، قلبك اتغير، قلبك اتغير فكل حاجة فيك هتتغير. انت فين من هم الاخرة؟ انت فين؟ كل المقامات دي هي اللي هتخليك تقبل عند الله، كل المقامات دي اللي هيعرض قلبك عشانها على الله يوم القيامة، كل المقامات دي اللي هتخليك تفوز برمضان، انت فين منها؟ انت فين من هم الاخرة؟ صحيت امبارح على رؤية، لعلها رؤية ولعلها حلم، على رؤية افزعتني، فضلت نايم في السرير بعدها عدة دقائق مشلول مش قادر اتحرك، مش قادر من الفزع اللي اصابني منها. كانت لواحد من الاخوة اللي انا اعرفهم ولكن شغل بالدنيا ومشغول بالدنيا جدا حتى الان، انشغال شديد رغم ان ربنا اداله حاجات يقدر يعمل بها حاجات كتير قوي للدين، اداله حاجات يقدر يخدم بها دين ربنا. فيعني شفته في الرؤيا وكان يعني كانت رؤيا مفزعه بالنسبه له، ربنا ينجيه وينجينا جميعا يا رب. فمن ضمن الرؤيا هو كان له عربيه كده، كان عربيه دخل عليها حاجه طحنتها طحنتها طحن. فانا ببص له فلقيته بيبكي، فبقول له استرجع استرجع، فبص لي قال لي يعني ايه استرجع؟ رغم ان هو يعني احسن منه منكم، بيقول لي يعني ايه استرجع؟ يعني ايه استرجع؟ ما هوش عارف يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون، هو مش عايش مع معنى راجعون. والله اعلم يا جماعه قد تكون رؤيه وحديث نفس، انما الفكره فكره ان فينا ناس بتتشغل بالدنيا لدرجه انه مش عارف يعني ايه انا اليه راجعون، نساها، نسى انه راجع، نسى انه شويه وخلاص هيلم عزاله من الدنيا دي، نسى انه شويه وهينزل تحت التراب، نسى نسى وإنا إليه راجعون، نسى ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت فين من هم الآخرة؟ انت فين من هم الدين؟ هم الدين اللي بيعبر عن منسوب الإيمان الحقيقي في قلبك. امبارح كنت بسمع قول الله في الصلاة: فعززنا بثالث
قلت سبحانك يا رب، ده التعزيز ده لفظ عسكري اصلا، يقول لك عززنا القوات في مواجهة العدو، كأن الدعوة دي معركة. المفروض انك تستشعر ان في معركة بينك وبين كل منكر موجود على وجه الارض، المفروض انك تعيش المعركة دي. الدعوة معركة، الدعوة حرب، الدعوة حياة وموت للي شايل هم الدين فعلا. قلت سبحان الله، طب عززنا، المفروض عززنا بكتيبة، عززنا بألف، هو دي التعزيزات العسكرية، عززنا بثالث واحد بس، واحد يقوم مقام كتيبة. الجندي من جنود الحق له ثمنه، له قيمته، له وزنه. انت وزنك ايه؟ انت ينفع ربنا يقول عليك عززنا بثالث؟ انك انت جيت هنا المنصورة عشان تدعو الى الله فيقال عززنا بثالث؟ نزل واحد زي المقداد كده لما عمر بعته لخالد بن الوليد لوحده مدد للجيش، هو ينفع انه يبقى مدد لوحده؟ ينفع انه يبقى تعزيز لوحده؟ انت تنفع تبقى تعزيز لوحدك؟ تنفع؟ تنفع انك انت تبقى كده؟ انت فين؟ انت فين من الثقة في الله؟ الثقة في الله اخواني انا بقولك، انت فين من حب الله؟ انت فين من الخوف الصادق من الله؟ انت فين من هم الاخرة؟ انت فين من هم الدين؟ انت فين من الثقة في الله؟ ده دي المقامات الاساسية في قلوبنا، ده دي المقامات اللي هتتسمى مؤمن صادق الايمان ازاي من غيرها؟ دي المقامات اللي القرآن بيصلحها فيك. ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا اهل القرآن؟ القرآن عمل ايه في قلبك؟ انت فين من الثقة في الله؟ لما جه، لما سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعاء، يدعي للناس، الناس تشفى والناس ترزق والناس باذن الله، وهو تعمى ما دعاش لنفسه. فواحد بيقول له انت تدعو للناس فيستجيب الله لك، وانت بالنسبة لك ما بتدعيش لنفسك. قال له ايه؟ قال له اسمع بقلبك الكلمة دي، قال له قضاء الله احب الي من بصري. يا جماعة كلمة عايزة واحد يعيش مع حياته عشان يفهم الكلمة دي. قضاء الله، انا واثق في اختيار ربنا لي، انا واثق ان هو ده الخير، احب الي من بصري. الكلمة دي ما كانتش كلمة سعد، الكلمة دي كانت كلمة الامة كلها وقتها. لما المرأة السوداء كان عندها صرع راحت للنبي عليه الصلاة والسلام، هيه ادعو لك وتشفي ولا تصبري ولك الجنة؟ لا خلاص، يبقى الصرع احب اليها، احب الي من اي شيء، لانه اللي هيدخلني الجنة. هو ده كان اختيار الامة كلها، كان اختيار الامة وقتها، قضاء الله احب الي من بصري ومن حياتي. يعني النهاردة بنتي بقيتها اتقفل عليها باب كده، فبصيت خايف بقى ازرقت واحمرت، خايف احسن يكون في عظم اتكسر ولا حاجة، فقلت سبحان الله انا اقدر اقول الوقتي قضاء الله احب الي من بنتي. مين يا جماعة؟ عايزين نعيش دين حياة حقيقية، عايزين القلوب تتغير، عايزين المقامات دي تتغير. اين انت من الرضا بالله؟ لغاية الوقت ناس كتير يقول لك والانسان مسير ولا مخير؟ يا ابني انت لسه هنا، يا ابني فين الرضا بالله والرضا بقدر الله والرضا بترتيب الله؟ وفين الثقة في الله؟ فين؟ لما احد السلف دخل على احد الملوك امره ونهاه، قطع له ايديه ورجليه ورماه فالرجل اصحابه بيعسوه، قال لهم انتوا تعزوا انفسكم انكم لم تصابوا مثل مصابي، يا رب ابقيتني لارى العجائب، لارى ودك وتوددك لمن يعصيك، لارى توددك لمن يعصيك، فكيف بتوددك لمن يؤذى فيك؟ سبحان الله، ثقة في الله، رضا بالله. انت فين من الامن بالله؟ الامن بالله. سيدنا هود واقف في وش قومه بيقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله. هو واقف مفيش في ايده حتى، مفيش في ايده حتى خنجر، مفيش معاه حتى سيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحرم يسجد، وابو جهل متواعده يقتله لو سجد عند الحرم، مش نازل حتى معاه في ايده سيف حتى. هو خلاص يا جماعة، الامن من جوه، الامن والاطمئنان والسكينة من جوه، الثقة في الله من جوه. انت فين؟ انت فين من الاخلاص لله؟ انت فين من الافتقار لله؟ انت فين من الافتقار لله رب العالمين؟ فين من الافتقار لله؟ يا جماعة الافتقار كلمة العجيبة، كلمة قصة توبة كعب بن مالك في صحيح البخاري لما تخلف عن غزوة تبوك، فبيقول على اليوم اللي تخلف فيه، بيقول فما كنت اقوى ولا ايسر مني يومها، وما جمع لي راحلتين قط
الا يومها. يعني بيقول لك انا كنت مفيش يوم معايا فلوس زي كده، ولا يوم معايا صحة زي كده، ولا يوم اقدر ان اخرج اجاهد زي كده، ولا يوم معايا عدة زي كده وما خرجتش. يعني ايه؟ اوعى تفتكر انت ممكن تبقى بالليل سهران طول الليل وفايق وما وراكش حاجة بكرة وسليم وواكل ولا يؤذن لك في ركعة تصليها بين ايدين ربنا. تقول اصل انا فاتر. يا ابني فاتر، انت مش فاهم، انت لم يؤذن ليك، انت لم يفتح ليك. القضية مش قضية فاتر، انت ممكن تكون مليونير ولا يؤذن ليك في جنيه تتصدق بيه على فقير. انت ممكن تكون صحتك ما شاء الله تهد جبال ولا يؤذن ليك في الصيام. اصل ما بصومش، اصل هبطان. يا ابني لم يؤذن ليك، انت ما وقفتش على الباب وقلت يا رب افتح لي. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم امين. انت ممكن يكون لسانك ده هو، قول كده هو لسانك ده هو يعني تعمل به العجائب ولا يؤذن لك في كلمة تقولها عن ربنا، ولا يؤذن ليك وداعيا الى الله بإذنه. انت فين من الافتقار الى الله؟ انت فين من الفقر بين يدي الله؟ فين من الافتقار بين يدي الملك سبحانه وتعالى؟ عايزين يا جماعة نفهم فيه. انت فين من الحياة مع القرآن والسنة؟ كلام خطير لما تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة. لا تزول قدم، يعني كأنك واقف رجليك بالكلبشة، رجليك في سلاسل، الموضوع مش هيتفك وتعرف تمشي لما تجاوب. كلام كبير. لما ربنا يقول ثم ننجي الذين اتقوا، يبقى بدون التقوى انت هالك، انت ضايع. لما ربنا يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، لما اقولك النار، النار اهيه، النار تحت اهيه بألسنة اللعب المتصاعدة منها اهيه، ولما اقول الجنة، الجنة اهيه فوق فوق السماء السبعة اهيه معدة اهيه، تبقى انت ماشي ليل نهار في الشارع شايف النار بقلبك تحتك والجنة بقلبك فوق. كل ما تسمع آية عن الجنة والنار لا مش تتخيل ايه وهيه من غير تخيل ولا حاجة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى عمرك ما هتنجو لو ربنا زحزحك عن النار. يا جماعة كلام كبير. عايزين نعيش دين، عايزين قلوبنا تتغير، عايزين قلوبنا تنصلح، عايزين نبدأ نحس بمعاني الصالحين والسابقين. رحلة وجهاد وكفاح عشان قلبك يتغير، ولكن لما قلبك يتغير ابشر بخير عمر مر عليك، ابشر بخير صلة بينك وبين الله. لما قلبك يتغير، لما قلبك يتغير ما تسألش بقى عن السداد، لما قلبك يتغير ما تسألش عن الفتح، لما قلبك يتغير ما تسألش عن التوفيق، لما قلبك يتغير ما تسألش عن معية الله، لما قلبك يتغير ما تسألش عن اختيار ربنا ليك واستعماله ليك، لما قلبك يتغير ما تسألش عن الرفعة والحفظ والنصرة، لما قلبك يتغير ما تسألش عن الرفع في درجات الجنة، لما قلبك يتغير ما تسألش عن اللي هيحصل، لأن اللي هيحصل فوق ما تتخيل وفوق ما تتوقع. إخواني في الله، في زمن غفلة القلوب لابد من وقفة مع أحوال القلوب. في الزمن اللي الناس بقت فيه تشوف منظر الشباب بعد ما انتصرنا في مباراة من مباريات الكرة الساحرة المستديرة، هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ أمال لو فلسطين رجعت هيعملوا ايه؟ هو بعد كده في ايه اصلا؟ كأن من كتر الهزائم الناس نفسها في اي نصر، حتى لو نصر وهمي، حتى لو نصر بيضحكوا فيه على نفسهم. لما تشوف الناس، لما النبي عليه الصلاه والسلام شتم عليه الصلاه والسلام والثوره والكلام، والكلام بفلوس، كل واحد طلق بقى، ايه المشكله يعني؟ انما العاطفه الصاخبه دي يعني ما دخلتهمش المساجد ليه؟ العاطفه الفظيعه دي ما نقبتش المتبرجات اللي بره دول ليه؟ العاطفه الرهيبه دي ما خلتش الشباب ده يسيب المعازف ليه؟ العاطفة الرهيبة دي ما خلتهمش يلتحوا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبسوا احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخميس الابيض ليه؟ العاطفة دي ما غيرتش اصل العاطفة لما كان حب النبي كلمتين وبق الكل مع المعذرة يعني بقى فنجري بق، انما لما بقى ثمنها ان اتغير واسيب محبوباتي لا. كنت في السعودية من سفر اتنين تلات كده ولا حاجة، اللهم لك الحمد على نعمة العظيمة، يعني فداخل سوبر ماركت لقيت زبدة لورباك اللي كانوا عاملين عليها أزمة أيام أزمة الدنمارك،
وكلمة ميد الدنمارك كانت زمان كلمة صغننة كده تحت، كلمة بقت كبيرة والصليب بقى حاجة حمرة كده وكبيرة، حاجة يعني مستفزة جدا. كبروا الكلمة يجي 5-6 مرات في الحج. بقول للراجل ايه ده؟ قال لي ما انتوا عندكم في مصر نزلتوا الحاجات دي انتوا كمان. عندكم في مصر ايه؟ اما جيت هنا لقيت فعلا الموضوع ده هنا، ولقيتهم كبروا الصليب وكبروا كلمة ميد الدنمارك، وحتى كانوا قبل كده مسميينها في صنع في الاتحاد الاوروبي شالوها وحطوا الدنمارك كده بقمة الضخامة كأنه استهزاء. يا جماعة الناس الوقت في غفلة، يأكلون كما تأكل الانعام والعياذ بالله الا من رحم الله. يعني ايه؟ اكل شهواني. في واحد بياكل عشان يتقوى على طاعة الله، واحد بياكل عشان شهوته كما تأكل الانعام والعياذ بالله، وتلاقيه مشغول ليل نهار عن ربنا. تقول له ايه؟ يقول لك اكل عيش. يا حبيبي مش اكل عيش ده، اكل جاتوه واكل بقلاوه واكل بسبوسه، ده مش اكل عيش. الصحابه كانوا بياكلوا عيش مش بالمنظر ده، ده واحد ظامن انه هيخلد في الدنيا والعياذ بالله. اخواني في الله، اخواني في الله، كل المشاعر اللي اتكلمنا عنها بادئ ذي بدء في هذه المقدمه او في هذا العنصر او في هذا الكلام لازم تبقى في قلبك. القرآن نازل عشان المعاني دي تتحقق في قلبك، القرآن نازل عشان قلبك يتملى ثقة في الله، عشان قلبك يتملى حب لله، عشان قلبك يتملى إخلاص لله، عشان قلبك يتملى أمن بالله، عشان قلبك يتملى افتقار إلى الله، عشان هم الآخرة يسكن قلوبنا. القرآن نازل عشان يزرع في قلبك المعاني دي. ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ احنا الليلة عايزين نعيش مع آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين نعيش مع آية سمعناها كتير، سمعناها كتير، يمكن سمعناها في صلاة المغرب في الركعة الأولى، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، من زكاها اللي هو زكى نفسه اللي جاهز لإصلاح قلبه. قد أفلح الفلاح، لما بيفلح في الأرض تطلع الثمرة يجنيها، هم دول اللي هيفوزوا، هم دول اللي هيجنوا الثمرة، هم دول اللي هيتعبوا شوية بس بعد كده هيجنوا. أفلح في إيه؟ هتفلح لو اهتميت بإصلاح قلبك في إيه؟ هتفلح في الثبات مهما كانت الفتن، هتفلح ساعة ما تلقى الله، هتفلح في الجنة، هتفلح في النجاة من النار، هتفلح في إنك أنت هيفتح عليك في دينك. لو اهتميت بقلبك هتفلح ان اي عمل صالح هتعمله ان شاء الله هيضاعف اضعاف اضعاف عن غيرك لانك عامله بقلب. هتفلح ان ربنا هيقبلك وهيقبل اعمالك، هتفلح في الدنيا، هتفلح ساعة ما ترفع ايدك وتقول يا رب، هتفلح في الدنيا، هتفلح ساعة الكرب والازمات، هتفلح ساعة ما اهل الباطل ييجوا يحاربوك في حفظ الله ليك، هتفلح ساعة الوقوف في ظل عرش الله، هتفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو واحد جرح في رجله جرح طوله متر عادي ممكن يروح المستشفى ويتخيط، ولو ما تخيطش ممكن يعيش. يا عم هيحصل رجله هتتقطع يعني، ولكن أقل خدش في المخ أو القلب يموت. يبقى مش كل حاجة تحتمل يا جماعة، إيمانك لا يحتمل أقل خدش، صلتك بالله لا تحتمل أقل قطع، لا تحتمل أقل خدش. عشان كده ركز معايا، انا عايز نرغب كلنا في اصلاح قلوبنا، في تغيير قلوبنا. الواحد ساعات يقف يصلي بين ايدين ربنا يقول يا رب يا رب سبحان الله، هو في جنه بعد كده؟ عايزين يا جماعه ندخل الجنه ليه؟ عايزين قلوبنا تنصلح، عايزين قلوبنا تتغير. هتاخد ايه لو جهدت لاصلاح قلبك؟ قد افلح من زكاها. هتفلح في ايه؟ هتكسب ايه؟ هتفوز بايه لو اجتهدت في اصلاح قلبك؟ رمضان جاي، رفع الاعمال جاي، ليله النصف جايه، عايزين نهتم بقلوبنا يا جماعه عشان ربنا يفتح علينا بالفوز في كل ده، عشان ربنا يختارنا من الفائزين في كل ده. قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها في الثبات رغم الفتن والازمات. مين يا جماعه اللي بيثبت مهما كانت الفتن والازمات؟ مين يا جماعه اللي بيواصل غير اصحاب الايمان، غير اصحاب التزكيه، اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلاقيهم في الهجره دي تهاجر يكسر لها ضلع وتجهض وترجع غصب عنها، ده يهاجر يخطفوه من الطريق ويرجعوه، والباقي يشوفوا كده ويدخلوا برضه ويهاجروا برضه وما يقفوش برضه، ده يهاجر ياخدوا ماله كله ويخرجوه من غير اي مال على الاطلاق.
ده يهاجر يفضلوا يطردوه عشان يقتلوه، وبرضه بيهاجروا وبرضه بيخرجوا وبرضه بيكملوا. مفيش فايدة، مفيش حاجة بتوقفهم، لأنها كانت قلوب يا جماعة، قلوب. دار الأرقم يشوفوا ده دخل أول ما أهله عرفوا حبسوه وجوعوه، وده دخل أول ما عرفوا طردوه من مكة ورجعوه لقومه عشان يعذبوه، وده دخل خدوه عذبوه قتلوه، وبرضه بيدخلوا وبرضه بيكملوا وبرضه بيقوموا الليل طول الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم. مفيش حاجة بتوقفهم. في الغزوات يشوفوا الصحابي ده نزل اتقطع حتت تحت الراية زي مصعب، ويشوفوا ده نزل خد 90 طعنة محدش عرفوا غير اخته من بنانه، ويشوفوا ده نزل اتقطع وبطنه اتفتحت وطلع كبده وعض فيها المشركين، وبرضه ينزلوا يجهدوا وبرضه ينزلوا يقتلوا وبرضه ينزلوا يضحوا بنفسهم. قلوب، لو القلوب اتغيرت يا جماعة كل حاجة تتغير. لو قلبك اتغير كل حاجة تتغير. لو قلبك اتغير هتبقى انسان تاني تاني خالص في الدعوة الى الله. يشوفوا حرام ان من حد نزل الطعن في ظهره واتقتل وهو بيتكلم عن ربنا، ويشوفوا دول نزلوا اختطفوه من المشركين وقتلوه، وبرضه ينزلوا يتكلموا وبرضه ينزلوا يدعوا، وبرضه زي طلحة بن عبيد الله يشوف سبعة قتلوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام في احد، سبعة وبرضه ينزل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلوب يا جماعة، مين اللي هيثبت غير اصحاب القلوب؟ مين اللي هيواصل قصة طالوت وجالوت؟ قصة طالوت، الطبري قال فلما فصل طالوت بالجنود قال لك اللي خرج مع طالوت 80,000 جندي، 80,000 مقاتل. طيب اللي شربوا من النهر، اللي عدوا بعد الشرب من النهر كانوا كم واحد؟ 314. يعني على روايات اهل بدر هنوصلهم 319 من دل ده حسب الرواية بقى والله اعلم. يعني 80,000 خرجوا يا جماعة، مش الناس كانوا 80، لا ده اللي خرجوا 80,000، اللي قاعدين ملتحين، اللي قاعدين ملتزمين، اللي قاعدين منقبات ومحجبات، ده دول اللي ساموا الدنيا وقالوا احنا فصلنا للدين. لما فصل طالوت 80,000، اللي فضل منهم كام؟ 314. لو حد بقى بيعرف يحسب كده كلكم ان شاء الله بتعرفوا، يقسم لي 314 على 80,000 يلاقيها 4%، 4% عدد اللي بيواصل للنهاية، 4% عدد اللي بيثبت للنهاية، 4% عدد اللي بيكمل، 4%. يعني انتوا اللي قاعدين قدام الوقت اللي بيبقى فيهم انا، اللي هيثبت فينا بعد 10 سنين كام؟ ممكن يكون 4%. انا من تجارب اللي انا شفتها على مدى السنين اللي فاتت اقل، ولكن سبحان الله يعني عشان ما حدش يقول يا عم قول حاجة كويسة، انا اللي انا شفته ان 4% ما سبتوش 4%. قلتوا قاعدين اقول وقتي، مين يا جماعة اللي بقاله 10 سنين ملتزم يرفع ايده كده؟ اللي بقاله 10 سنين وقفوا ضيحتان، واحد، اتنين يا جماعة، ثلاثة في المسجد اهو، اللي بقالهم 10 سنين ثابتين قدامكم اهو، دول يجوا 4%؟ عشان يبقى الكلام احمد اهو، ما يجوش 4%. يعني انتوا كلكم جداد سنة واثنين وثلاثة وسنتين ونص، عشان تعرفوا الخطر اللي مستنيكم لو ما انتبهتوش لدينكم، لو ما اجتهدتوش في اصلاح قلوبكم، لو ما اجتهدتوش في تزكية انفسكم باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى اذا يا اخواني في الله، يبقى اذا 4% هم اللي سبتوا في النهاية دول مين؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، اهل القلوب، اهل الصلة بالله، اهل حياة القلب مع لقاء الله. وربنا ما قالش قال الذين يظنون انهم سيلقوا الله، لا، الذين يظنون انهم ملاقوا. الملاقاة وزن مفاعلة، يعني كأنه هيلقى ربنا، ربنا بيحبه وهيوده، وهو يعني هيقول لله سبحانه وتعالى ما في قلبه من حب لله سبحانه وتعالى. ملاقاة، ما اعظم لقاء المؤمنين لله، ما اعظم لقاء المؤمنين لله. اللهم بارك لنا في لقائك يا رب. يبقى مين اللي هيثبت؟ مين اللي هيثبت؟ اهل القلوب. حمزة حذيفة كان بيقول كل احد اخشى عليه من الفتنة الا محمد بن مسلمة، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك فتنة
انت مش هتضرك حاجة. منسوب الايمان وصل لكده، الفقه في الدين وصل لكده، ربنا سبحانه وتعالى اختاره لهذه المنقبة، انت لا تضرك فتنة. مين اللي هيثبت؟ اتنين، مين اللي هيوصل؟ مين اللي هيوصل يا جماعة مننا؟ مين من اللي قاعدين دول هيوصل؟ مين من الاخوات دول هتوصل؟ مين اللي هيوصل؟ مين اللي ربنا يقول له انا اخترته؟ مين اللي هيصطفى؟ مين اللي هيختار؟ وراء قصة كل اختيار حاجة في القلوب، وراء كل فتحة حاجة في القلوب، وراء كل اصطفاء لاخ او اخت بعينه حاجة في القلوب، حاجة في القلوب. مين اللي ربنا يصطفيها ان هو يزوجها مجاهد من المجاهدين، او تبقى ام الفتح من الفتحين، او تبقى داعية الى الله؟ مين اللي ربنا يختاره منكم؟ مين؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم، على حسب اللي جوه قلبك الوقت، على حسب ما ربنا يختارك او لا يختارك، اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليك. تعرفوا عبد الله ابن ام مكتوم، ابن ام مكتوم اعمى، اعمى يا جماعة، ربنا وصف منظره وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو بعد اسلامه ربنا بيقول واما من جاءك، ساب الف حاجة وجالك، عدى على الف مشكلة ومشكلة وجالك، ما انتش عارف الاخ ساعات يجي. الواحد كان زمان ممكن يروح يقصد شيخ من الشيوخ، مشاكل في الدراسة ومشاكل في البيت، عايز تقول له حس بالله، حس بالله انا عديت عليه عشان اجيلك، حس بالله انا مقطوعته عشان اجيلك. ان كل واحد منكم قاعد دلوقتي الله اعلم ساب ايه، الله اعلم داس على ايه، الله اعلم وراه مشاكل ايه. واما من جاءك يسعى، ضمير مضارع ما عادش بيقف، خلاص مصمم انه يواصل، وهو يخشى بعد السعي بقى ما تكبرش واختار، لا مكسور لربنا، ربنا بيصف حال قلبه وهو يخشى، وهو يخشى، مرعوب احسن ينتكس، مرعوب احسن ما يوصلش، مرعوب احسن ما يستعملش، مرعوب من الف حاجة وحاجة، وهو يخشى. ابن ام مكتوم ذلك الرجل الكبير الفقير الاعمى، لما حقق الحال القلب ده ربنا عمل له ايه؟ ابن ام مكتوم ده نزل باسمه صورة من صور القرآن، صورة عبس من ضمن اسمائها صورة ابن ام مكتوم. لما النبي عبس في وجهه مرة نزل قرآن يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، كأن ربنا بيعلم النبي وبيعلم الأمة مقام اللي زي ده، محدش يعبس في وش ده، محدش يغلق الباب أمام اللي زي ده. ابن أم مكتوم طلع صوته جميل، بقى مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما خرج الغزوات استخلفه على 5 غزوات، يعني كان بيخطب جمعة مكان النبي عليه الصلاة والسلام. لما الهجرة للمدينة جت، تاني واحد هاجر بعد مصعب بن عمير كان ابن ام مكتوم، هو ومصعب اللي علموا المدينة القرآن، يعني بقى من علماء الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي شال الراية يوم القادسية. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام شافه ومسك الراية السوداء يوم القادسية في معركة فضلت 72 ساعة مشتعلة، في معركة اطلق على المسلمين فيها 70 فيل، في معركة دارية، واقف ابن ام مكتوم حمل الراية لغاية ما قتل شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعمى وأصاب الهدف، مين اللي هيوصل يا جماعة؟ مين اللي هيختار؟ مين اللي هيفتح عليه؟ مش بالمواهب، مش بطول اللسان، مش لا، بالقلب، بالصدق. من صدق الله فيصدق الله سبحانه وتعالى، من صدق الله. مين اللي ربنا هيختاره؟ أهل القلوب. قد أفلح من زكاها في الثبات، قد أفلح من زكاها في الوصول والفتح والاصطفاء والاستعمال، قد أفلح من زكاها في الآخرة. مين اللي هينجو في الآخرة؟ انت عارف عرض قلبك على الله؟ عارف ايه اللي هيتعرض؟ يوم تبلى السرائر، قلبك هيتفتح كده ويعرض امام الله. زي ايه؟ زي ما انا اديك عربية زيرو 20/10 واقوم بعد 10 سنين اقول لك وريها لي، لا ايه ده، العربية من بره اتخدشت ليه؟ الصالون من جوه اتقطع ليه؟ البطارية اتغيرت ليه؟ اهو ربنا اداك فطرة سليمة، سليمة. لما تعرض على الله تعرض الفطرة، الفطرة دي اتلوثت ليه؟ الشهوات دي جت في قلبك ليه؟ مديك قلب سليم، انا مديك قلب بلا شهوات ولا شبهات، جت ليه؟ اللي هيعرض على الله قلبك، يبقى نجاتك في العرض على الله على حسب قلبك. اللي هيعرض على النار قلبك التي تطلع على الايه؟ على الايه؟ على الافئده
التي تطلع على الأفئدة. يعني جهنم بتعذب كل واحد فيها على قد أمراض قلبه. تطلع على الأفئدة ترى الأمراض اللي فيها قد إيه وتعذب على قد هذه الأمراض. يبقى أنت نجاتك من النار. عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في سورة النبأ يقول لك إيه؟ يقول لك إن جهنم لبالمرصاد، وترصد عشان تلتقط والعياذ بالله إن جهنم كانت مرصادة للطاغين.